بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم. عدنا إليكم من جديد، عدنا إليكم بكل الحب طلاب الصف الخامس الابتدائي مادة لغتي الجميلة. كنا في الأيام التي مضت أو في الحصص التي مضت قد تناولنا موضوعا جميلا. ما هو هذا الموضوع؟ أحسنتم، إنه عن نص الفهم القرائي للمملكة العربية السعودية، وطننا المحبوب. ما هي المعلومات التي تعلمتموها واستفدتموها من هذا الدرس؟ نسترجع. ممتاز، تعرفنا إلى مكانة المملكة العربية السعودية، سواء كانت السياسية والاقتصادية، بارك الله فيكم، وكذلك الدينية، فالله سبحانه وتعالى قد حباها بوجود الحرمين. ممتاز، كذلك أحسنتم، رائعون. تعرفنا أنه يوجد بها موانئ، هذه الموانئ ما بها؟ أحسنتم، تربط بين المدن الساحلية وبين المملكة العربية السعودية والعالم الخارجي، وفوائدها قد تكون لتصدير البترول أو لاقتصادها استيراد البضائع. ممتاز، وتعرفنا كذلك على بعض المناطق الجميلة التي يقضي المصطفون فيها أوقاتهم، مثل من يعدد لي على سبيل المثال؟ أحسنتم، الطائف أو أبها. هل تتذكرون حين تحدثنا عن الطائف وأبها بأن مثلا على سبيل المثال أن أبها ما بها أفضل في منها، تعد أفضل مصائف المملكة لقضاء الأوقات فيها، وهي أفضل من الطائف. ماذا قلنا عن هذه المعلومة؟ هل تتذكرون؟ أحسنتم، بارك الله فيكم، قلنا أنها رأي. إذا من يقارن لي بين الرأي والحقيقة؟ أحسنتم، الرأي ما به يختلف من شخص إلى شخص آخر، إذا هو عبارة عن وجهات نظر. كذلك الحقيقة معلومة واضحة مسلم بها، لا يوجد أي مجال للشك فيها. وتعلمنا وتعرفنا كذلك إلى العديد والعديد والعديد من المعلومات، ولكن اليوم بحول الله وقوته سوف يكون لدينا موضوع جديد شيق. كتابك أمامك وقلمك وكراسك، وننطلق في رحلتنا التعليمية. نقول أن موضوع الدرس هو الأسلوب اللغوي الاستثناء. افتح كتابك، وحين تفتح كتابك سوف تستنتج أو نستنتج الأهداف التي سوف نتعرف إليها من خلال درسنا لهذا اليوم، وسوف نقوم بتحقيقها. أن يتعرف الطالب على أسلوب الاستثناء ويستخدمه اليوم بحول الله وقوته. سوف تتعرف على أسلوب الاستثناء وسوف تقوم باستخدامه من خلال تدريبات والتطبيق عليه. إذن أنت قد اكتسبت أسلوبا جديدا تضيفه في معلوماتك القيمة التي تحتفظ بها وتتعلمها وتطبقه في حياتك. كذلك أن يكتسب الطالب اتجاهات وقيما إيجابية تتعلق بمحور الوطن، ولاء وعطاء. دائما ما دمنا في هذه الوحدة، وحدة الوطن ولاء وعطاء، نقول لك كل ما تتعلمه مرتبط بهذه الوحدة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تستفيد وأن نفيدك بقدر ما نستطيع. إذن كانت الأهداف أن يتعرف الطالب على أسلوب الاستثناء ويستخدمه، وكذلك أن يكتسب الطالب اتجاهات وقيما إيجابية تتعلق بمحور الوطن ولاء وعطاء. ننطلق في رحلتنا التعليمية. وحاكي الأسلوب اللغوي. ما هو الاستثناء؟ اقرأ وحاول أن تفهم، لأنني سوف أطبق معك وسوف أسألك وسوف أوضح لك المزيد والعديد عن الاستثناء. أترك لك دقيقة حتى تقرأ.
أحاكي الأسلوب اللغوي، فنقول الاستثناء. يذكر لك هنا أن الاستثناء هو إخراج ما بعد إلا أو غير أو سوى من حكم ما قبلها. دعونا نتناقش، فنقول لدي إلا وغير وسوى، وذكر أنه إخراج ما بعدها. إذا ما بعدها يخرج من حكم ما قبلها. نطبق ذلك، تسلمت الطالبات الجوائز إلا الغائبات، فنقول هنالك أدوات الاستثناء. ذكر هنا لنا إلا، أحسنتم، إخراج ما بعد إلا، إذا هذا هو الذي خرج من حكم ماذا؟ ما قبلها. ما هو حكم ما قبلها؟ من الذي تسلم الجوائز؟ أحسنتم، الطالبات. إذا المستثنى وماذا؟ الغائبات، والمستثنى منه الطالبات. إذا هو إخراج ما بعد إلا أو غير أو سوى من حكم ما قبله. إذا هؤلاء الغائبات يخرجن من حكم ما قبل إلا. تسلمت طالبات الجوائز إلا من؟ إلا الغائبات. إذا أنا أخرجتهم منهم. ما بعد إلا وهو الغائبات خرج من حكم ما قبلها وهو تسلم الجوائز. نقول أن الطالبات تسلمنا الجوائز إلا الغائبات. إذا هذا هو الاستثناء، وهو إخراج ما بعد إلا أو غير أو سوى من حكم ما قبلها. ننطلق لنطبق ذلك. نبدأ بهذا التدريب، أصوغه على غرار النموذج المعطى. نقول زرت مدن المنطقة الشرقية إلا مدينة الجبيل. إلا ما بعدها قد أخرجته أنا من حكم ما قبلها، فما هو ما قبلها؟ أحسنتم، أنني قمت بزيارة مدن المنطقة الشرقية إلا ماذا؟ إلا منطقة الجبيل. نبدأ بإكمال هذه أو هذا التدريب عذرا بهذه الفقرات الموجودة لديكم، وبعد ذلك أستمع إلى إجاباتكم. زرت مدن المنطقة الشرقية إلا مدينة الجبيل. فنقول أنني قد زرت مدن الشرقية إلا ماذا؟ إلا مدينة الجبيل. إذا هل زرت مدينة الجبيل؟ لا، لم أزرها، وإنما زرت مدن المنطقة الشرقية. إذا أنا أخرجت ما بعد، أحسنتم، ما بعد إلا من حكم ما قبل إلا. فنقول اصطف الجنود في المعسكر إلا. أنا أريد أن أستمع إلى إجاباتكم. أحسنتم، بارك الله فيكم، إلا جنديين. إذا ما بعد إلا قد خرج من حكم ما قبلها، فنقول أن الجنديين لم
يصطفوا مع جنود المعسكر. بارك الله فيكم. حفظت ثم لدينا فراغ غير بيتين. أحسنتم، حفظت القصيدة غير بيتين. إذا بيتين خرجت من ماذا؟ من حكم ما قبل. أحسنتم، غيره، من قبل غيره. نقول هي قصيدة، أنا حفظت القصيدة غير بيتين، لم أقم بحفظها. ثم لدينا وصلت، ثم فراغ، وسوى، ثم فراغ. من الرائع الذي سوف يكمله؟ أحسنتم، وصلت الطائرات سوى. ممتاز، بارك الله فيكم، سوى طائرة. فنقول أن هذه الطائرة قد خرجت من حكم ما قبل سوى، اللي هي وصول الطائرات. إذا نحن قد تعرفنا هنا إلى أدوات استثناء، فنقول لدينا إلا كما تظهر لكم، ولدينا غير، ممتاز، ولدينا سوى، بارك الله فيكم. نكمل. أعبر عن معاني العبارات الآتية بأسلوب استثناء مناسب. أعطيكم دقيقتين. عبدت الطرق في الحي السكني وبقي طريق. أعبر عن معاني هذه العبارة أو عن معنى هذه العبارة بأسلوب استثناء مناسب. أحسنتم، فنقول عبدت طرق الحي السكني غير طريق. ماذا فعلت هنا؟ أحسنتم، هو ذكر لنا أن ماذا؟ عبدت الطرق في الحي السكني وبقي طريق. هنا عبدت الطرق الحي السكني غير طريق. إذا أنا أخرجت ما بعد غير عن حكم ما قبلها، قمت باستثناءه. تاز، بارك الله فيكم. وصلت طائرات الحجيج وتأخرت طائرتان. وصلت طائرات الحجيج سوى طائرتين. إذن ماذا فعلت؟ أحسنتم، لدي سوى أداة استثناء، أخرجت ما بعدها من حكم ما قبلها. ما هو ما بعدها؟ طائرتين، عن حكم ما قبلها لطائرات الحجيج. أحسنتم، بارك الله فيكم. ثم نكمل. تعاون المواطنون في تشجير ما يحيط بالمدينة وبقي جزء يسير. إذا تعاون المواطنون في تشجير ما يحيط بالمدينة غير جزء يسير. إذا تبقى هذا الجزء اليسير، أخرجته من حكم ما قبله وهو تشجير ما يحيط بالمدينة، فكانت لدينا غير ما بها أداة الاستثناء، وخرج ما بعدها عن حكم ما قبلها. إذا كانت هذه الإجابة، وأتمنى أن يكون لديكم إجابات مختلفة وتعتمدون على أنفسكم، وبارك الله فيكم يا طلابي الأعزاء. لدينا الآن تطبيق استثناء بإلا. يمكنكم دوما أن تعودوا إلى موقع عين، يوجد به العديد من التطبيقات والتدريبات والإثراء الجميل الرائع. نقول أضع أركان الاستثناء في مكانها المناسب. اصطف الجنود في المعسكر
إلا جندياً. أنا أريد المستثنى منه وأداة الاستثناء والمستثنى. فكروا، لدينا نقول أولاً ماذا سوف نكتب؟ دعونا نكتب إلا. ممتاز. المستثنى من؟ أحسنتم، الجنود. إلا ماذا؟ جنديا. نطبق كذلك بتدريب آخر. وصلت طائرات الحجيج إلا طائرتين. نقول أداة الاستثناء إلا. المستثنى من؟ أحسنتم، طائرات. وصلت هذه الطائرات إلا طائرتين. إذن أنا أخرجت طائرتين من حكم ما قبل إلا، فأقول طائرتين. إذن أنا أخرجت الطائرتين من حكم ما قبل إلا. نقول عبدت الطرق في الحي السكني إلا طريقا. أبدأ بكتابة ماذا؟ أداة الاستثناء، فأقول إلا. أحسنتم، والمستثنى من؟ الطرق. بارك الله فيكم. إلا ماذا؟ طريقا. إذن أنا أخرجت طريقا من حكم ما قبلها، وهي وقعت بعد إلا. إذا كانت هذه بعض التطبيقات التي تثبت المعلومات التي تعلمتموها لهذا اليوم، ونقول لكم دوما اكتبوا وابحثوا واقرأوا ما تعلمتموه وطبقوا. أضع أركان الاستثناء في مكانها المناسب. تبقى لدينا هذا التدريب. زرت مدن المنطقة الشرقية إلا مدينة الأحساء، وأنا أقول أنني لن أقوم بحل هذا التطبيق. أأمل منكم أن تقوموا بتدوينه في كراسكم وحله حتى تثبتوا ما تعلمتموه معي. إذا نحن قد قمنا بدراسة الاستثناء، وعرفنا أنه إخراج ما بعد إلا من حكم ما قبلها. ونقول دوما طبقوا ما تقوموا بتعلمه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم، أن يجعلكم مباركين أينما كنتم. ألتقي بكم في حصة قادمة على خير.